وبدينا ريكوردينج. طيب كاتين. خليني ابدا بالسؤال التالي. هاي المنحنى، هاي الرسمه لمنحنى مين؟ فتحتين. ماشي؟ طلعوا المعطيات، مش مكتوب السؤال قدامكم، فقاعد بحكي انا شفوي. المره الجاي ان شاء الله بكون محتاط للقلم وهذا مشان نقدر نكتب وكل شيء، يكون واضح يعني ايش موجود. الرسمه هاي رسمه ايش يا جماعه؟ فتحتين. ممتاز. وانا بحكي لك انه الواحد، انه الواحد نقطه حرجه لقاسيه. ممتاز. عند الواحد يوجد ايش؟ نقطه حرجه. السؤال بعطيك بدائل هسه، اياك انت تختار لي هل هاي النقطه الحرجه، هاي بنكتب كل بدائل وقول لي مين منهم اللي صح. هل هي قيمه عظمى محليه، قيمه عظمى محلية، ولا قيمة صغرى محلية، ولا قيمة، عفوا، قيمة عظمى مطلقة، ولا قيمة صغرى مطلقة؟ هذه ربما في ترى أسئلة التوجيه بهالمستوى أو أقل شوية من هيك، هذا يعتبر صعب السؤال. شو بتختاره؟ عظمى مطلقة. ليش؟ وأنت بتقول لنا إنه هي حرجة، هسه المشتقة عندها يا إما تكون صفر أو غير موجودة. حلو جميل. إذا إجباري هي بتكون يا صفر يا غير موجودة. ممتاز. طبعاً لأنه متصل، إحنا خليه متصل وكل شيء معرف ومن أروع ما يمكن، بعدين لاحظ إنه قاف فتحتين خطي. خطي. فتحة شو بده يكون؟ ها قاف فتحة. اذا قاف فتحتين خطي، طب قاف فتحة شو بده يكون؟ بده يكون تربيعي. ممتاز. وقاف الاصلي شو بده يكون؟ يكون تكعيبي. ممتاز، خليها ببالك هاي. طب ليش اخترت انت قيمة عظمى محلية؟ ليش ما تكون صغرى محلية؟ صغرى محلية؟ ليش ما تكون صغرى محلية؟ ليش اخترت عظمى محلية؟ ما ان الثنتين مضبوطين يعني انه يكون حرجة. هسه هي عظمى مطلقة وصغرى مطلقة بدك تنساها. معناته الصح يا واحدة يا الأولى يا الثانية، مين الصح؟ طب وليش؟ طيب بدي أسألك سؤال، بدي أمهد لك للحل. النقطة اللي حطيت إكس عليها، هاي قاف فتحتين عندها شو بتساوي؟ قاف فتحتين، هون قاف فتحتين بتساوي صفر. ممتاز، إذا هاي نقطة انعطاف ولا مش انعطاف؟ لا انعطاف. ممتاز. طيب الاقتران قبليها بده يكون مقعر لاسفل ولا لاعلى؟ اللي قبلها بده يكون مقعر للاعلى. ممتاز، يعني عند هاي النقطة لو سميناها دال، اعتبر انه هاي دال. ماشي؟ الاقتران كيف شكله بده يكون قبليها؟ مقعر للاعلى وبعدها مقعر للاسفل، إذا الواحد شو راح تكون؟ بده يكون هون عنده قاف فتحة، بدها تكون هون عظمى محلية. لا 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 يا بشار. خلص ما هي وصلت قدامك، لو ايش رحت على العموم؟ منطقي ولا مش منطقي كلامي؟ لا منطقي. راف فهمتيها؟ تمام وصلت استاذ. فيصل عيدها. تمام عيدها. هسه شوف، هو اعطاك قاف فتحتين، انا اول ما طلعت قاف فتحتين، قاف فتحتين بعطيني تقعرات، صح ولا لا؟ بعطيني سلوك التقعر للاقتران. انا الواحد قال لي عنه انه ايش؟ قيمه حرجه. هسه انت كلامك صحيح. لا تطلع يا عظمى محليه يا صغرى محليه، اتفقنا. طيب كيف بدي اعرف انها عظمى محليه ولا صغرى محليه؟ بدي ارسم التقعرات. لد عليها كيف؟ قبل الواحد كيف انها؟ قبل الدال قصدي، الواحد جاي هون قبل الدال، جاي ايش؟ جاي صغرى، اذا صغرى محليه. طبعا هذا السؤال، شايفين هذا السؤال هسه كيف بدكم تدرسوا مضبوط؟ انا انصحكم كيف تدرسوا. مثلا اجاك سؤال زي هذا، على فكره هذا سؤال موجود في الكتاب في تمارين الوحده. لو بدي اغير على السؤال شو اغير عليه؟ بدي العب فيه لعبات كثيره، بلعب فيه 100 سؤال هذا بعطيكم عليه.
مش هيك، مش على ثلاثة. ممكن أسألك عن نقطة بعد ال يعني أعطيك هون مثلا، أعطيك خمسة وخلك إياها بعد الإيش؟ ثلاثة وخمسة شو بتكون؟ عظمى، عظمى محلية. ممكن أخلي لك الخط كيف صاير؟ مايل بالعكس هيك، ميلانه بالعكس. إذا صار مايل بهذا الشكل بتغير الاستنتاج، صح؟ تغير الاستنتاج كله بناء حسب النقطة اللي بسألك عنها قبل ولا بعد. إذا هي اشتغلت على إيش؟ على التقعرات. حلو هذا المسألة ولا مش حلوة؟ أي واحد. واحدة ثانية، افرض أعطيتكم أنا منحنى قاف، هاي رسمة منحنى قاف، وأعطيتكم نقطة هون، عرفتكم نقاط على المنحنى. أنا كله طبعاً قاعد بحله إنه دوائر، هاي نقطة وعرفت هاي نقطة القمة، هاي شايفين بحط الزرق العلامات الزرق، وهاي نقطة وهاي نقطة وهاي نقطة. نفترض إنه هاي سميتها ألف وهاي سميتها باء بس عشان يصير سهل علينا الكلام، وهاي جيم وهاي دال وهاي ها. تمام يا جماعة؟ هسا لو جيت سألتكم سؤال موضوعي دوائر على السريع عند ألف، أو لو قلت لكم مين النقطة، مين النقطة اللي بيكون عندها المشتقة الأولى موجبة والمشتقة الثانية موجبة؟ يعني بدي قاف فتحة موجب وقاف فتحتين موجب، مين النقطة اللي بتحقق هذا الشرط وليش؟ انت عرفته، فهمتوا شو السؤال؟ السؤال بدي النقطة اللي بيكون عندها قاف فتحة موجب و قاف فتحتين موجب، بدي الشرطين ها تطلع، تطلع ها. ليش يا غسان؟ لأنه متزايد، المشتقة الأولى موجب، ممتاز. الكران متزايد ومقعر لأعلى، إذا كلمة قاف فتحة موجب يعني متزايد، قاف فتحتين موجب يعني مقعر لأعلى. طب بدي وين النقطة اللي بيكون فيها الاقتراب؟ متزايد ومقعر لأعلى. طب إيش بدائل هذا السؤال؟ أعطيني أسئلة ثانية عليه، شو بقدر أركب عليه أسئلة؟ هذا كثير بقدر أحط عليه أسئلة. يعني أقول لك بدي قاف فتحة صفر وقاف فتحتين موجب، هذا سؤال جديد، قاف فتحة صفر وقاف فتحتين موجب، مين اللي بيحقق هذا الشرط؟ مين النقطة اللي بتحقق الشرط؟ قاف فتحة صفر يعني حرجة، قاف فتحة صفر يعني مقارنة الآن يعني دال تطلع، دال بتطلع، تطلع دال، يكون عندها المشتقة بتساوي صفر لأنه المماس راح يجي أفقي عندها، ومقعر لأعلى هيو مفتوح لأعلى، إذن بتحقق الشرطين اللي حكيته. طب واحدة ثانية، قاف فتحة صفر وقاف فتحتين سالم، قاف فتحة صفر وقاف فتحتين سالم، مين اللي بيحقق الشرط؟ باء. تمام، ألف، لا باء، ألف قاف فتحة شو بيكون عندها؟ صفر، لا موجبة، لأنه طلع كيف الاختراع عندها متزايد، الاختراق طالع طلوع. صحيح، معناته قاف فتحة شو بتكون عندها عند ألف؟ تكون موجبة. مين اللي بيكون عنده قاف فتحة صفر؟ باء ودال بس، باء ودال هم اللي بيكون عندهم قاف فتحة صفر. طب جيم لو بدنا نوصفها شو بنقول؟ نصتين عطاف، يعني قاف فتحتين صفر، قاف فتحتين صفر وقاف فتحة ايش؟ متناقص سالبة. طب هي متناقص، شو يعني متناقص يا فيصل؟ سالب، يعني سالبة. هذا ترى أسئلة حلوة هذول. طيب الآن تعالوا نطلع على أسئلة التوجيه السابقة، مجمعات من الفرع العلمي يعني بشكل كامل. نبدأ سؤال وسؤال، يلا نبدأ بهذا السؤال. هاي بعثت لكم إياها الورقة أنا، يلا. مجموعة قيم ألف حيث النهاية بتساوي ثلاث، شو طريقة الحل؟ نرسم عند الثلاث، نجي عند الثلاث ونرسم خط أفقي، صح؟ احكي جاوبي. طيب شو اختار، الف ولا باء ولا حكيم ولا دال وليش؟ لا هو جاء من سالب ما لا نهايه ومارد لعند صفر، صفر مفتوح ولا مغلق؟ مفتوح. ليش مفتوح؟
لأن النهاية لا لأنه النهاية عنده مش ثلاث. ألو أهلين أهلين مرحبا. حاضر تكرم اللي بعرفه ياسر. طيب إن شاء الله تكرم. أوكي هسه طبعا لازم تحطي عند الصفر مفتوح لأنه الصفر نهايته مش ثلاث. طب النهاية عند الصفر كم تساوي؟ غير موجود. غير موجودة برافو. طيب إيش كمان؟ عندي اثنين نأخذ اثنين معاهن ولا ما نأخذهاش؟ لا نأخذها. نأخذها برافو. طيب والأربعة؟ الأربعة نأخذهاش. ليش؟ لأنه النهاية من اليمين غير موجودة. نهاية غير موجودة مش النهاية من اليمين، النهاية غير موجودة. النهاية من اليمين اثنين. موجودة. النهاية من اليسار ثلاث. ثلاث. تمام ممتاز. إذا شو الإجابة طب إيش نختار؟ ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ باء. باء. اللي هي من سالب ما لا نهاية إلى صفر مفتوح واتحاد مجموعة اثنين. طبعا الموضوع يا جماعة ترى تريك. كنت تنتبهوا إنه أنت تكون ماشي بجاوب صح. بعدين تروح تختار لي غلط. شو استفدت منه؟ ولا شيء. كأنك محليته. يلا هاي. بدي حد يشرح لي إياها. نفس السؤال بس هالمرة بده نهاية لسين تقول ألف من اليمين. يلا جاوبوا وبعدين قولوا لي شو جاوبوا وكيف طلعتوا. هي بتطلع ألف. ألف يعني بس واحد. شو رأيكم يا جماعة؟ هسا الواحد من اليمين يساوي ثلاث. ثلاث تمام. شباب في حد عنده جواب ثاني غيره؟ ما بشار بقول واحد مجموعة واحد ألف. في حد عنده جواب ثاني؟ غسان لا صح ألف. صح ألف 100%. خليكم حذرين ما تستعجلوا دائما في الإجابة. يلا اللي وراها قاف معرف على الفترة من سالب 2 إلى 2 ما مجموعة قيم ألف فيها النهاية بتساوي صفر لما ألف تقول من اليسار النهاية بتساوي صفر معناته وين عينك؟ على محور السينات هون بتطلع على محور السينات كامل بس بدنا اياها من اليسار دير بالكم. اثنين من اليسار صفر اكيد والصفر شو الجواب طلع؟ صفر باء. باء الاجابه باء. هي حاطط مجاوبه هو حاطط لك عليها باء. طبعا لانه عندي اثنين هيها من اليسار صفر مزبوط من اليمين مش موجوده مش يعني مش حاطط لك شو نهايتها عند الصفر كمان صفر هي من اليمين واليسار جاي صفر وبس. السالب اثنين من اليمين صفر بس من اليسار ما بنعرف مش مكتوب الاجابه تبعتها. طب اللي وراها بده النهايه غير موجوده. لاحظوا انتم كل سؤال ترى جاوب على شكل مختلفه الاسئله مش زي بعض. إشي من اليمين، إشي من اليسار، إشي عند النهاية كلها، إشي غير موجودة. معناته شو لازم تعمله؟ تدرس كل هاي الحالات. طبعاً الناس الأسئلة هذول بقدر أقلبهم كلهم شو أسئلة؟ بدل ما أسألك عن النهاية شو أسألك عن إيش؟ مشتقة؟ لا. أنا نفس الوحدة خليك يا فيصل. اتصال. الاتصال. يعني نفس الأسئلة هذول بقدر أقلب لك إياهن اتصال. مظبوط ولا لا؟ يلا خلينا نجاوب على أربعة. هم بعطينا واحد. واحد اللي هي دال صح. النهاية غير موجودة لأن هي الوحيدة اللي مكسورة صح؟ طب لو قلت لك أعطيني نقاط عدم الاتصال لو خلينا نفس السؤال قلت لك أعطيني نقاط عدم الاتصال شو بدك تجاوبني؟ واحد وصفر. بس واحد وصفر وثلاث. واحد وصفر وثلاث. ليش ثلاث؟ ثلاث مي هاي ميراث هاي مسموها نقطة يكون عندك النهاية موجودة
بس انه يكون هون اللي يسموها المشتقه مش موجوده، نقط مدببه بشار، هاي وين؟ هاي المشتقه مش موجوده. بس المتصل مش متصل. ليش خلطت ليش خلطت؟ اتخلطش. انا ما سالتك عن الاشتقاق. سالتك عن الاتصال. اللي واحد وصفر. بس واحد وصفر. اذا غير متصل عند واحد وصفر. لكن لو قلت لك وين غير قابل للاشتقاق؟ واحد وصفر وثلاث. ممتاز. طب لو قلت لك اعطيني القيم اللي بيكون عندها سين حرجة. يلا نفس السؤال. حرجة يكون عندك اللي هي واحد وثلاث. وثلاث. وصفر. وصفر. مش كافي. مش كافي. صح كلامك مش كافي. مجموعة من واحد لثلاث. أيوة المجموعة من واحد لثلاث كلها. ليش؟ لأنه طالع الخط ماله أفقي. معناته ثابت. معناته المشتقة عنده شو بتساوي؟ صفر. احنا بلاش نخشش الاشتقاق معانا هسا، بلاش نلخبط الدنيا. خلينا على الاتصال والنهايات بس. يلا من قيم ألف اللي بيكون فيها النهاية بتساوي واحد، شو نجاوب؟ نجاوب دال. بس قول لي كيف طلع الدال. حط خط عند الواحد. حط خط عند الواحد أفقي، نطلع نهاية الصفر واحد. مظبوط، نهاية الصفر واحد. وعندك الفترة من واحد لاثنين يوم طالعة إيش نهايتها؟ واحد. ما عدا الواحد من اليسار مش زي اليمين. صح. إذا الواحد بدنا نعمله مفتوح. هو خربطه بين باء ودال صراحة. الناس بخربطه بين باء ودال. في حدا فاهم إيش يعني؟ شو رأيكم نعمل سكيب على هذول؟ لأن هذول خلاص كلهم نفس الفكرة. بس قاعدات بتكررين. طيب نيجي على هذا سؤال تسعة. جوابه غير موجود. انا ضفتك الجذر صفر. فهمت. مع انه يا جماعه هذه فيها ترك قوي. هاي شو الترك القوي اللي فيها؟ هاي بنقول لي رقم تسعه شو الترك اللي فيها؟ انه ممكن نجي نضربها ضرب المرافق؟ لا، هي تعويض مباشر. عوضي تعويض مباشر. اشوف خمسه نقطه تحت الجذر قديش بيطلع معاك؟ صفر. صفر زائد ثلاث. 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 ثلاثي على عوضي تحت المقام ما بعطي صفر. بس انه يعني بحيث ممكن انه اي حدا يجي هيك يشوف هيجي ضرب المرافق. طيب 23 الف ليش مش الف بالصح؟ انا الجذر غير معروف. ايوه بدكم تنتبهوا. الجذر قلنا اذا عوضنا فيه تعويض مباشر وطلع صفر ادرس مجاله لا تجاوب. يعني انت هسه تاخذوا جذر جذر س ناقص 5 هاي جذر س ناقص 5 هاي س ناقص 5 سويناها بالصفر بيطلع عندك س تساوي 5. على اليمين موجب وعلى اليسار ثالث. معناته على يسار الخمسه مش معرف. على يسار الخمسه شو ماله؟ مش معرف. اذا بنقول النهايه غير موجوده. طب 10 مين اللي بيشوش عنده يا جماعه؟ في واحد عنده المايك بيشوش. ايش نعمل هون برقم 10؟ طبعا واضح مطلق وصحيح لك للتعريف اكيد. بس طبعا لما يكون سؤال دوائر مش راح تقعد تعمل لي ساعه وانت تعيد التعريف. لكن ايش شفوي؟ كيف الاولى بدنا نعيد شفوي؟ طيب مطلق س ناقص واحد لما س اكبر من ثلاث تعوض ثلاث تعطيك موجب. اذا راح يكون اكتبوا عندكم هسه يبقى س تساوي الفرع الاول راح يكون س ناقص واحد لما س اكبر من او يساوي ثلاث صح ولا لا؟ يعني بنكتبه بدون العصر. طب والثانيه؟ قديش طول الدرجة؟ واحد. واحد ممتاز. الثلاث نقطة تشعيب ولا مش نقطة تشعيب؟ لا نقطة تشعب. ممتاز. نقطة تشعب. ثلاث نقطة تشعب. قديش طول الدرجة؟
واحد واحد معناته راح تيجي يعني يا اما من ثلاث لاربعة يا من اثنين لثلاث. طب احنا نفكر ان يا من اثنين لثلاث ولا من ثلاث لاربعة؟ اثنين لثلاث. ليش؟ مو بقول لك سين اقل من ثلاث. اقل، ممتاز. طيب في الفترة من اثنين لثلاث قديش الصحيح بيساوي؟ واحد. واحد لانه اثنين ونص ناقص واحد مثلا. ايوه بيطلع واحد ونص يعني واحد. اذا هون راح يصير شكل الاقتران سين ناقص واحد في الشعب الاولى وواحد في الشعب الثاني. هاي عند الثلاثة شو بتكون في هاي الحالة؟ غير موجودة. ليش؟ لأنه نهاية اليمين بتعطي اثنين ونهاية اليسار شو بتعطي؟ بتعطي واحد. هذول خليهن نأجلهن لما يصير معانا قلم، لأنه هيك مش راح تزبط يعني نحكي حكي بدون ما نحل يعني بدون ما نوري. شوف لي رقم 13. أنا بختار قاعد بختار أسئلة مش كل الأسئلة. شوف لي رقم 13. الثلث على النهاية. عوّر. الخمسة للطرف الثاني. ممتاز. إذا هو لما تحطه أنا قاف راح تطلع مع قاف الصفر ناقص خمسة يساوي ثلاث. إذا ودي هناك بصير قاف الصفر بيساوي قديش؟ ثمانية. إذا النهاية برضو ثمانية. صح؟ طيب. بدك تحط ثمانية جوا هنا. سير اثنين تحت الجذر أربعة. إذا جواب أربعة. 14 حطهم على أستار. 14 مهم. سؤال صعب شوي، مش صعب يعني بده طريقة حل بس. رقم 14 شو فكرته؟ نفس اللي فوقه. نفس اللي فوقه. كيف نفس اللي فوقه؟ يلا احكي. بتوزع النهاية فوقه صحيح؟ يعني بصير قاف الاثنين على اثنين يساوي ثلاث. يعني قاف الاثنين بيساوي ستة. طيب بعدين؟ بعدين قاف تربيع الاثنين على اثنين. ستة وثلاثين على اثنين. 36 على 2 قديش؟ 18. طيب 15 هذا نبهتكم عليه كثير وقلنا لو اجى في النهايات ولا في الاشتقاق ولا في التكامل ولا في اي درس لما بيجيكم تركيب اقترانات زي قاف لي 2 س زائد 1 قاف تربيع لي جذر كذا شو حكى لنا الفكره دائما في مثل هاي المسائل؟ صدر استخدم. طلع ورقه عندكم هسه عيال لانه انا مش قادر اكتب انا على ورقه. امسكون الأولى واستبدلوا ونقلوني شو بصير معاكم بعد ما تستبدلوا. يعني الأولى بدك تستبدل مكان 2 س زائد 1 أو شيء وزع النهاية قبل ما تستبدل. وزع النهاية خلينا ناخذ بس المعطى. اشتغلوا لي بس على المعطى عشان كنا نمشي موحدين مع بعض. شو طلع معاكم بعد المعطيات؟ بعد ما ظبطوا الاستبدال شو طلع معاكم من المعطى؟ مين ينقلني شو لازم يطلع معانا من هاي؟ دقيقة خذ راحتك. شوفوا يا جماعة هذا في الامتحان المفروض تكونوا سريعين هون. يعني مش بس اني عارف احلها. بدي احلها وبسرعة. نحكي الخطوات، احكي لكم الخطوات. أول شيء بدي أوزع النهاية على قاف لحال وعلى سالب ثلاثة سين لحال. صح ولا لا؟ هيك سويته؟ ممتاز. طيب تعت السالب ثلاثة سين قديش طلع جوابها؟ سالب ستة. وديها على الطرف الثاني شو صارت؟ ستة. خليها على جنب. الآن بشكل هاي حط لي صاد اللي هي 2 س زائد 1 صح ولا لا؟ يكتبوا معاي. صاد بيساوي 2 س زائد 1 ممتاز. لما س تقول ل 2 صاد تقول للكم؟ 5. ممتاز. لما صاد تقول لل 5 قاف صاد شو تساوي؟ نهاية قاف صاد لما صاد تقول لل 5 شو بيساوي؟ 6. ممتاز. حطها على جنب.
تمام. والله على المطلوب فإن اللي بعد فإن، يعني المطلوب يعني اللي بعد فإن، ما فيش ثلاثة ولا خمسة ولا جايب ستة الخمسة حتى. إذا شو مضطر أسوي مرة ثانية هون؟ برضو أفرض إنه صادها المرة شو بتساوي؟ يد السين زائد اثنين. برافو عليه. لما سين تقول لتسعة صاد تقول لكم؟ لخمسة. ما هلا بينات. عيد لي كتابة المطلوب. بصير نهاية صاد تقول لخمسة لإيش؟ ثلاث قاف. قاف تربيع صاد. صح؟ آه. طيب محل قاف قديش راح تعوض أنت؟ محل صاد حوض ستة. ستة، ستة تربيع قديش؟ 36 في ثلاث. 108. هذا سؤال حلو دير بالكم عليه. على فكرة ترى جماعة كل أسئلة وزارة سابقة. على كل اللي بنحله أسئلة وزارة سابقة. يلا سؤال 16. ترتبوا راح أحكي هالكلمة وبعدين أنتم حرين. أنا راح أحط على الموقع تاعي ها. مش راح أعرضها قدامكم هون، راح أحط على الموقع تاعي أسئلة دوائر غير تاعات الوزارة، راح أحطها على شكل امتحانات إلكترونية تفوتوا تتدربوا لحالكم عليها. هل هي هيك؟ متى أحكي؟ يعني من هون لأسبوع، أعطوني أسبوع بس. إن شاء الله من هون للإثنين القادم تكون الأسئلة النازلة عندكم على الموقع. فوتوا تتدربوا عليها ويهتموا فيها كثير. يعني أنتم حرين، افهموا زي ما بدكم تفهموا. اهتموا فيها كثير كثير. يلا شو الجواب هنا؟ راح سالب اثنين 16 عن 16 قاف الصفر، قاف الصفر بده يطلع صفر مزبوط ولا لا؟ تمام عند الصفر هيها صفر، اذا هي راحت. هسه انا عوض صفر، صفر ناقص 8 سالب 8 جدتك ايه بسالب 8 قديه؟ سالب 2 سالب 2 تجي يعني مباشرة. طب اللي وراها والله ظل صعبات تعطي الصحيح من يمين ويسار اسهل، مين يسويها اسهل؟ يعني انا بديش اروح اني كل شيء اعيد تعريفه، بقدر احلها بدون اعاد تعريفها، سهولي بحلها. هسيات انتم مش اخذتوا خاصيه على اقتران اقرار صحيح انه لما يكون يعني هون اللي بعد 2 سين شايفين يا جماعه هاي زائد 1 لما يكون عدد صحيح مش بقدر افصلها اكتبها صحيح 2 سين لحال زائد 1 لحال. تعرفوها هاي المعلومه؟ هاي بتساعدني كثير هون في الحل بدل ما اقول اعيد تعريف يعني. يلا اسوي نفس الشيء مع مين؟ مع الثانية. بصير صحيح 2 س زائد 1 ناقص 1 بصير زائد 1 بصير ناقص ناقص 1 شو بتصير؟ زائد 1 بصير زائد 1 بصير كان صحيح 2 س زائد 1 ناقص صحيح 2 س زائد 1. اختصر الصحيح مع الصحيح شو بضل عندك؟ بضل موجب 2. إذا الجواب موجب 2 اللي ما بده هاي الطريقة شو بيسوي؟ بيسأل عن التعريف العادية اللي تعلمتوها. ديروا بالكم هذا السؤال كمان ممكن ألعب فيه لعبة صغيرة أخلي لكم إياه يصير على إيش؟ على الاتصال. على الاتصال هل الاقتران يعني صحيح 2 س زائد 1 ناقص صحيح 2 س ناقص 1 هل هذا اقتران متصل؟ عند الصفر متصل عند الصفر متصل دوما ليش؟ طلع ناقص 2 طلع ثابت معناته متصل دوما يس؟ هذا مهم جدا يعني نكون عارفينه هذا. طيب خلينا نعمل سكيب على هذول، هذول راح ارجع لهم يا جماعه مره ثانيه الاسئله بس يعني انتوا هيك عشان اليوم انا بعتذر عشان القلم ما سويت صح معاكم اليوم صراحة كنت معتمد انه شغال جيت لقيت من الكورونا الحمد لله لقينا البطارية فايضة على القلم جبنا بطارية ثانية برضو ما اشتغلش كنا بده تنظيف. يلا هاي رقم 20 رقم 20 استبدال يلا استبدل لحالك واعطيني الجواب بدك تتعود انه ايش لا حل على ورقة حل على ورقة برانية هذا الشهر هيك الوزاره راح يسوي معاكم يعطيك دفتر بتحل على الدفتر وبعدين بتدور دائره بس او تختار الايجابي تمام يعني صاد يساوي 63 لما س تقول صفر قاد تقول لكم لواحد سالب واحد لواحد ليش سالب واحد
الجواب قصدنا خليته جواب نهائي قصدك. ليش بدك تستبدل قاف سين وقاف سين؟ ايوه. انا واحد بتحكي انت انا 21 لا 20 20 بنحل ب 20 بنحل ب 20 اذا هي 3 اس س تربيع يعني ص تربيع ناقص ص على 1 ناقص ص فص ناقص 1 في ص على 1 ناقص ص بيطلع سالب 1 مظبوط كلامك الاجابه سالب 1 طب اللي وراها 21 واحد يعني نهاية قاف نهاية قاف السين لما السين تقول للصفر بتساوي 2 سين صح؟ حلو لحظة ايش ايش؟ لما السين تقول للصفر بتساوي 2 سين 2 سين ليش؟ لا 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 مين جبتها؟ يعني احكي منطقي عشان افهم عليك انا ما فهمت شيء بس اعطيك فكرة هون شوف المعطى مش زي المطلوب المعطى ممكن احط يعني ليد على هاي ليد هسه لو اخذنا اثنين برا برا النهايه لو اخذنا اثنين برا النهايه وقسمنا على اثنين بيطلع معنا المساله هيك بتصير نهايه س تؤول لصفر وقاف س على س تساوي اثنين مظبوط كلامي ولا لا؟ تمام هل هذه هل نهايه اللي هي نهايه لقاف س على س لما س تؤول لصفر لاثنين موجوده على اليسار؟ لا موجود قاف س في المقام مضبوط حلل البسط هاي طريقه طريقه ثانيه غسان من المعطيات من الجواب لو س تربيع بحلل لا لا عيد عيد عندك اياها قسم على س من عندك فهمتوا شو بحكي يعني امسك هاي امسك هاي عشان بدي اخربش بالماوس يعني راح تضبط معي 100% يعني هيك مش انت عندك هيك المساله فانا شو هدفي هسه اياك سوري شو هدفي؟ هدفي اخلي المطلوب زي المعطى او قريب منه يعني اقدر استخدمه صح ولا لا؟ فانا شو بدي اسوي هسه؟ هو انا مكتوب قاف س مكتوب هون قاف س على س طب وين على س هون؟ ما في على س بس انا بقول لي فك القوس بس انا بديش اغامر صراحه فك القوس شو بدي اعمل؟ بدي اعمل شيء ثاني بدي اكتب اللي هو مش قاف س مكتوب لي تحت يا جماعه هيك انت جيب من قسم البسط على س والمقام على س وفوق حط على س هيك كانك ما سويت شيء هو صارت س كان ناقص واحد صار الثاني شو س ناقص واحد كل تربيع كانت زائد واحد كل تربيع ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد هون زائد واحد وهون ناقص واحد هالسيات هذه بقدر استبدلها واحط مكانها الايش؟ القيمه اللي طلعتها اللي هي اثنين ممتاز وهاي شو بشتغل فيها؟ التحليل ايوه التحليل لما تفك القوس بتطلع معك تطلع معك س تربيع زائد 2 س لا تحليل مش تحليل او فك اقواس بصير ترى غسان اثنين صح زائد واحد ناقص واحد طلع الثنتين بحلين لك اياها لانه مع الواحد راح تشطب وخذ السين عم تشترك تطلع مع السين برا شو دام عندك سين زائد اثنين صح؟ السين اللي برا هاي اختصرت لانه المقام انت اوريدي صار على اثنين يعني خلاص المقام احنا عرفناه كانه حسبت النهائي لحاله لما تعوض هون بالقيمه خلاص انت حليت السؤال حلو هذا المساله يعني هون عندك اكثر من فكره للحل هاي شو هاي؟ اي واحد 22 22 جذر س ناقص الف ناقص 2 بيساوي صفر صح؟ لا لازم يكون لما تعوض يعني لما تعوض واحد جوا الجذر يعني واحد ناقص الف ناقص 2 لازم يطلع الجواب ايش؟ يطلع صفر يعني جذر واحد ناقص الف يساوي 2 ربع الطرفين حلو يعني الف تساوي سالب 3 صح 100 هذه بسيطة جدا 23
سين تربيع من فوق سين تربيع من تحت. يعني سهلة هاي، هاي مباشرة صح؟ هذا مشترك. برضو اللي وراها أتوقع سهلة في أشي فيها. هذول بسيطات. طيب 25. 25. يعني بدك تفك التكعيب وقصة والله. صح؟ هي فكرة على المشتقة صح؟ هاي على تعريف المشتقة 100%. طب مين الاختيار اللي بدنا نشتقه تطلع تعريفه هيك؟ سين تكعيب. ممتاز. عند وين؟ سين يساوي عند سين تساوي طلع يا غسان وين؟ طلع كيف بسرعة بلقطها؟ شايف اللي قبل الهاء؟ شايف اللي قبل الهاء؟ هاي عند سين يساوي 2. إذا شو نكتب الجواب؟ 18 سين تربيع لما تشتقها 18 سين تربيع وعوض باثنين يصير 18 في 4 على 9 9 1 9 2 2 في 4 8 الجواب راح يطلع 8 صح؟ صح. أتعرف المشتقة اللي هو الاقتران اللي بنشتقه اللي هو 6 سين تكعيب. كيف عرفت 6 سين تكعيب؟ إنه بحط بدل هاي سين بدل 2 زائد ها شو بحط؟ سين. بحط سين صار 6 سين تكعيب اشتقها وعوض بالمشتقة باثنين. طب سؤال ال 80 شو تفسيرها الهندسي؟ نيل المماس من سين يساوي 2 نيل المماس منحنى قاف عند سين يساوي 2. طب اللي وراها 26 عوض 2 بالبسط بيطلع لك 0 بيطلع 0 وبتحل سهلة هاي صح؟ 27 حلينا زين 27 حلينا 28 هاي من الكتاب موجود موجود السبب انه من اليسار مش معرف قران عن يسار الواحد مش معرف يدور يطول كاميرا توحيد مقامات توحيد مقامات واللي وراها توقع فكره سهله جدا تمام تعويض مباشر طيب هسه هاي الورقه عندكم صح ولا لا يا جماعه هاي عندنا ما مطالع لا انا قصدي انت بشار انت بشار ما بعت لك اياها هاي الملف هذا عندك الملف هذا اللي قاعد بعرضه اللي بعتني اياه الواتس هو غلط المجموعه خلاص انا بحكي عن بشار مقابلي بشار مقابلي عندك هاي الورقه لا لا بعت لك اياها عشان ابعت لك اياها اللي زيد وفيصل هاي انتوا تدربوا عليهم هذولا بعرفش تاخذوا حصة بكره بدل نعوض اليوم لان اليوم شكله مش راح يضبط الا بدي قلم اكتب صح ولا لا؟ فبنوقف بكمل معاكم بكمل معاكم بكره عند سؤال قديش وقفنا؟ وقفنا عند 29 عند 29 ببلش من عند 29 وبطلع ماشي؟ معناته يا جماعة بكرة حصة إن شاء الله بس متى؟ بعد العصر بصير؟ أوكي يعني إيش على الخمسة تمام بناسبكم؟ تمام الساعة 5 شو بدنا نسوي فيه؟ بدنا نكمل حل هاي وحل على الورقة الثانية على التكامل كله بس أسئلة موضوعية ما راح نحل شيء إلا موضوعي بس اللي عنده سؤال او استفسار اشي مش فاهمه شو نسوي؟ نرجع بنعيد عليه يعني في نقطة مش فاهمينها اشي مش فاهمينه نقدر نعيد عليه لانه هيك صراحة مش ضابطة الامور يعني لازم نكتب هيك مش قاعد بكتب انا بس حلو يعني مشينا لا بأس اللي مشينا فيه حلوات الأسئلة لو اجاكم هيك بالوزارة بتسكروا العلامة ولا ما بتسكروها؟ ان شاء الله ان شاء الله هي التركيز هي ايش المانع يكون تسكر العلامه؟ في مانع واحد بس تعرف شو هو؟ الاستعجال صح انك تستعجل خليك حذر لانه مرات بيكونوا بس التريك في السؤال نفسه يعني هيك كلمه صغيره متغيره
يعني لا تفكروا بالصعب، فكروا بالسهل دائما. بجوز يجيكم فقرة صعبة، بجوز يعني عادي بتيجي لها فقرة صعبة مش مشكلة، لكن بشكل عام شو بتلاقوها مباشر الأسئلة، نوعا ما بتلاقوها مباشر الأسئلة. دكتور ضع دائرة صح؟ كل ضع دائرة الامتحان يا زلمة، إنه حنا حكينا عربي هذا تصريح الوزير. وبعدين أنا من زملائي لي في الإشراف وكذا قالوا ما في مصححين، ما كلفوا مصححين، ما في أساتذة راح يصلحوا، كله راح الماس الضوئي، كله راح ينحط الماس الضوئي تطلع النتيجة الإلكتروني لحالها. يعني برضو إحنا تمأنت المستوى الرابع المعيدين، أتوقع كلكم نفس الشيء. ما ميزوا بين معيدين ومش معيدين. ليش حكونا نسلم كمان دفتر الإجابة؟ دفتر الإجابة. أنا هاي مش فاهمة. أنا بدي أفهمك كيف. راح يعطيك ورقة زي هاي. دفتر إجابي يعني ورقة. بس أنت تسلم بدون تخربش صح؟ اللي بتخربش عليه بدك تسلمه. ورقة الأسئلة كمان؟ آه كله. لا الأسئلة لا تقضيها معك. حكى حتسلموا الثلاث. حتسلموها. خلاص معناته بدهم يعيدوا الأسئلة. مدام بدك تسلم ورقة الأسئلة. بس اللي فهمته انها نماذج، راح تكون نماذج مش نموذج واحد. ممكن عشان هيك مستلم ورقة الأسئلة. ايوه بالضبط. هسه النماذج انا اللي بفهمه من نماذج الوزارة بجيبوا نفس الأسئلة بس بخربطة. بتشوف ترتيب مختلف. ترتيب مختلف بس. يعني ما بحطوا أسئلة مختلفة للطلاب. بس ممكن مثلا أسئلة المعيدين تكون غير أسئلة. أما بحطوا عشان النسب اللي طلعت. تكون الأسئلة مختلفة بس كلها نفس النمط راح تكون. غالباً هيك. عن العموم شو بدكم تستفيدوا؟ اللي دارس مش فارقة معه. أيوه أحسنتي، اللي دارس مش فارقة معه. إذا خلص أنا بعتذر من كل يوم الأمور لأنه القلم ما مشاش معي كويس. أما بكرة إن شاء الله على الخمسة بدنا نكتب كبسة قوية بس. إن شاء الله. كل هذول الأسئلة مع أسئلة التكامل. مليح هيك؟ تمام. استعدوا. واللي عنده سؤال، عنده استفسار، إشي مش فاهمه، بكون معكم بإذن الله. أي ساعة حكينا؟ الخمسة. رهف بدي إياك أنت تودي مسج على الجروب. خلاص. إنه بكرة حصة الخمسة تكمل تحل أسئلة الوزارة أو اللي هي الأسئلة الموضوعية. تمام. بإذن الله. السؤال من عندك نزل الأسئلة للثانية.